هي وياه بجوجهم هاربين من العداله، هذا هو اللي بغيت نفهم. الناس هاربين من العداله وواقفين معاهم، هذا هو اللي بغيت نعرف. لان الناس ظلموني، ما لقاوني حيط قصير وحقروني بزاف، قطعوا عليا الفلوس بكل جميع، سدوا عليا البيبان، ما خلاوش ليا فين نزيد، ما لقيتش اللي يكون بيا. هو السيد ساكن فيها وانا ولادي خارج الزنقه، وهذوك الولاد من حقهم ديك الدار، مش من حق، مش من حق. انا قلت لهم يجيبوا لي غير ورقه من المحكمه بانني عندي الافراغ، من حقي نخرج، ولكن انا ما عطاوني، ما عطاوني لا ورقه لا والو، كيهضروا معايا غير شفويا، قهروني. هاد الناس ضيعوني وضيعوا لي ولادي، انا ولدي دابا كنقري غير عن بعد، حسبه يد ما عندوش كيفاش يجي للدراري كيقراو وهو ما كيقراش، محروم من بزاف، من السكن، من الاكل، ما كاينش اللي يصرف عليه، ما كاينش اللي يعطيه، غير انا كنخدم 6:30 خرجت من الدار مشيت لدارنا، فجاه السيد جا من مورايا مع 7 جاري، شافو بانه كيحل الباب القفوله ومشى دخل الدار وهز لي حوايجي ما خلى لي حتى شي حاجه وخرب الدار كامله، ودار بانه هو اللي هو زعما انا اللي ما عرفش شنو دار. من بعد انا مشيت كاز السيدة ديال القانون، مشيت كنعيط للناس القانون باش يجي ويحميوني، لا انا لا داري لا ولادي. شنو هي كيتفاجئ السيد قال لك لا حكا نديرو ديري ديكلاراسيون، مشيت درت ديكلاراسيون. فجأة كنتفاجئ بأن السيد قال لي اللي دار لي المحضر قال لي بأن النائب وكيل الملك قال لي سد الدار ما يدخل لها حتى شي واحد، تنشوفوا هاد الإجراءات هذا. انا الام لجوج وليدات، واحد كنت مزوجه بواحد السيد اللي فجاه تنتفاجئ بانه دار معايا شي حوايج اللي ما عمري ما كنت كنتصور يديرهم معايا في حياتي كامله. كنا كان مزوجين عادي، كنا كارين كرينا انا وياه، جات واحد الظروف مشى للحبس، عاونته وقفت معاه، تخرج درت معاه جميع المستحيل صراحه كزوجه. فجاه كنتفاجئ بانه بغى يخرج من الحبس وداك الشيء، قال لي المهم خدام دار واحد شركه لوكاسيون، خدم مع واحد السيد صاحبه. فجاه من بعد قال لي راه لقيت واحد السكن ممكن غنشري واحد الدار، قلت لي ماشي مشكله مرحبا. مشينا شنا انا والام ديالو، كانت معايا حتى الام ديالو، مشينا شناها انا وليداتي وداك الشيء. من بعد تفاجات قال لي راه غادي نكتبها باسمي بالاسم ديال بنتي وولدي اللي هما قصيرين باقيين صغار. ما قالكش علاش؟ لا ما قاليش علاش بالضبط، قال لي حيت انا كندير عندي مشاكل، عندي شيكات، عندي داك الشيء. هو حيت كيدير داك الشيء ديال اللوكاسيون فيه المشاكل، قال لي ما يمكنش ليا نديرهم في سميتي اولا في سميتك، لان الا درتها لك في سميتك كيدوزوا ليا انا، حيت انت الزوجه ديالي ديوها. وانا عاونته الصراحه وقفت معاه بزاف ملي خرج وداك الشيء، انا بعت ذهبي، بعت بزاف الحوايج على ود هذا الشيء كامل، على ود ولادي. صافي تيقته ملي بغى يدير الدار بسميت الوليدات، ما عنديش مشكل. صافي جلسنا فيها واحد المده، هاد شي 6 شهور بحال هكاك. فجاه بانه كيجي عندي كيقول لي بغيت نتزوج، انا ما فهمت والو. بغيت مره ثانيه. من بعد مشيت كنتسقص على هاد القضيه ديال الزوجه الثانيه، شكون هي، مع من هو. فجاه كنلقى واحد السيده تعرف عليها، دار لها الشركه بسميتها اللي هي الصديقه ديالو، في الاول كانت صديقه، شويه ولات صاحبته، دار لها الشركه، مشى هو وياها على علاقه. صافي انا قلت له ما نعطيكش الموافقه وصافي وخلينا الامور عاديه. انا من اي مره كتطالب بحقها قلت لي شوفي الا كنتي بغيتي دير هاد الوليدات غتامن لهم مستقبل، ومن بغيتي تجوج تجوج ما عنديش مشكل، غير هو كون لهم المستقبل ديالهم. قال لي صافي. من بعد هاد القضيه هادي مشى كتب للدار للسيده اللي كانت معاه اللي هي ولا معاه. كيفاش كتبوا لهم سميت الولاد؟ ما عرفتش حتى مده ديال عام ونص، وانا دابا ساكنه في الدار عامين، ومده ديال عام ونص وهو كاتبها ليها وانا ما في خباريش، جالسه في السكن وهو تيجي وتياكل وكيشرب وعادي، وعائلته كتجي عندي وكنستقبلهم وعادي، ما نكذبش عليك عايشه معاه عادي. باش نفهموا واحد المساله، باش تنقل الملكيه من الوليدات بسمية السيده خص كيفاش كدوز؟ ما عرفتش كيفاش دار ليها هو، ما عرفتش انا كيفاش دار ليها، تكتب للدار ما عرفتش. فجاه صافي استمرنينا ولا النزاع. هذيك السيده اللي هي العشيقه ديالو اللي كتب ليها الدار بسميتها ولدات معاه، شويه ولا كيطالب بيا بالحاله المدنيه. عطيتي الموافقه؟ لا ما عطيتوش. لا باقي قبل ما عطيتو لا موافقه لا حتى شي حاجه. باقي مزوجين؟ احنا مزوجين.
صافي شويه ولا كيطالب بيا بالحاله المدنيه كيقول لي حقا بغيت نرجع لولادي، بغيت نحيد راسي انايا كمسؤول عليهم، تبقى لهم غير هما، بقى كيكذب عليا. فجاه كتعيط لي واحد السيده من العائله وقالت لي راه راجلك راه شنو واقع وشنو واقع، وراه السيده اللي معاها اللي كان قال لك عطيني موافقه معاها راه حامله ولدات بولد، وراه كان شاهد الاخ ديالو على هذا الشيء، راه شاهد عليه لانه هو اللي قالها للعائله تتوصلني انا الميساج. صافي نط انايا قلت عيطت لي في التليفون قلت لي شوف انا راه عاودوا لي شنو كاين وشنو كاين وشنو كاين. صافي بلوكاني، مني بلوكاني داز واحد شي 15 يوم كنتفاجئ بواحد الاتصال ديال هاد العشيقه ديالو كتقول لي بان خوي لي داري. قلت لها من حق شكون انتيا؟ قالت لي انا مرت فلان اللي هو كان الزوج ديالي سابقا. قالت لي خوي لي الدار. قلت لها كيفاش خوي لي الدار؟ هي الدار ديال ولادي. واخا مشيت كنجري، مشيت للمحافظه، مشيت ديت انا الورق ديالي وداك الشيء، مشيت عطيتهم رقم التيتر، جبدوا لي بانه الدار تباعت فعلا عام ونص وانا جالسه في الدار في داري ما في خباري حتى شي حاجه. كنتفاجئ بالخبر. صافي مشيت درت شكايه لوكيل الملك على الدار بان تباعت بدون اذن حتى شي واحد، انا مهدد بالافراغ، عندي تهددات لا هي لا هو، بقاو كيهدوني. قلت لها شوفي نقول لك جوج كلمات، الا كانت هاد الدار كتبها لك هاد السيد سيري دعيني في المحكمه وانا غادي اللي عطاتها لنا المحكمه الله يسخر لي وليك. مشات دعاتني في المحكمه، دارت له الدعوه، مشيت حضرت انا، صيفطوا لي السيد عا حضرت الجلسه. من بعد هذه الجلسه اللي حضرت ليها جلس الجلسه الثانيه الاستاذ ديالي بانه دارت بانه خصو ضروري يعرف كيفاش تم البيع. فجاه ما عرفتش شنو وقع، مده ديال 15 يوم ولا 20 يوم كنتفاجئ. مشيت انا لعند امي مريضه في حي التقدم، مشيت نشوفها. مني مشيت نشوفها السيد كيعسوا عليا انا واش كنخرج فوقاش كنجي فوقاش كنخرج باش يديروا معايا باش يديروا لي هذه اللعبه هذه. صافي جا هي مشات دارت الوكاله لخوها، وخوها جا ودخل من مورايا للدار قبل ما نوصلوا لهذه المساله. يمكن ربحتي الدعوه ديال ان ما كملوش هما. عاودي لنا هذه شنو وقع؟ مشيت فاش مشيت حضرت الجلسات وداك الشيء شويه كينسحبوا من الملف. ما عرفتش شنو وقع بالضبط، ما بقاوش صافي ما تمش الملف. صافي هما انا قلت صافي خليتي عاودوا عاوتاني استدعيوني انا ما عنديش مشكل، جالسه في الدار اللي دارته المحكمه مرحبا، انا تابعه القانون وبنت القانون وكنطالب بحق ولادي، حق ولادي اللي طعنوا فيه. من بعد كان انا مشيت لدارنا، الوالده مريضه كنمشي نزورها مره مره على ود الوليد كيقرا عندي هنا في المدرسه، كنديه معايا باش كيفوج، حيت هو اصلا المده ديال 4 شهور مني وقع النزاع انا والزوج ديالي على الدار وداك الشيء وصافي. ومني قلت ليه عرفت السيده بان ولدات وكل شيء وداك الشيء قطع لي الموضوع. كيصرفش لك؟ لا ما كيصرف لي عليا انا لولادي، وقطع لي الموضوع باش ما نكذبش عليك كرفصني وما يمكنش ولادي يبقوا بلا ما بلا ضو. شنو داروا لكم بالضبط؟ قطعوا لكم الماء؟ قطع لي هو الماء ضو مني مشيت كنسول في فخص العقد. معرضة قالوا لي الشاف د لاجونس مشيت عنده قال لي قال لي الزوج ديالك جا شخصيا هو اللي قطع الماء ضو، قال لي ما بقاش كيسكن في ديك الدار. يعني بغى يخرجوك؟ باش يقهرني. انا صافي خلي بقيت راضيه بالوضع، كان كابر داير الشماع واحد المده. ولادي البنت الصغيره اللي كانت غتحرق ليا صافي مشيت ديتها لعند والدها وخليتها هي اللي مقابله، والولد عندي حيت كيقرا انا اللي مقابله. دابا ولدي ما كيقراش كنديه عند جارتي. واخا من بعد شنو؟ صافي مشيت من بعد ما كملوش داكشي ديال المحكمه، بقاو كيحضيوني حتى فوقاش كنخرج فوقاش كندخل مراقبيني. الاخ ديالها دارت له الوكاله جا من مورايا واحد الجمعه، انا خرجت مع 6:30 خرجت من الدار مشيت لدارنا. فجاه السيد جا من مورايا مع 7 جاري شافو بانه كيحل الباب بالقفوله ومشى دخل الدار وهز لي حوايجي ما خلى لي حتى شي حاجه وخرب الدار كامله ودار بانه هو اللي هو زعما انا اللي ما عرف شنو دار. من بعد انا مشيت كاز السيده ديال القانون مشيت كنعيط للناس ديال القانون باش يجي ويحميوني انا لا داري لا ولادي. شنو هي كيتفاجئ السيد قال لك لا حقا ديري ديكلاراسيون. مشيت درت ديكلاراسيون
فجاه كنتفاجئ بان السيد قال لي اللي دار لي المحضر قال لي بان النائب وكيل الملك قال لي سد الدار ما يدخل لها حتى شي واحد. تنشوفوا هذه الاجراءات هذا درت اللي عليا مشيت في حالاتي شويه كنتفاجئ بان السيد جا من مورايا ودخل الدار دخل الدار ومشيت عاود رجعت عند الناس ديال 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 الشرطه القضائيه وقلت لهم قلت لهم راه السيد دخل عندي دخل الدار قال لي خليه يدخل الدار من غير يعطينا النائب وكيل الملك الاذن باش ندخلوا ليه الدار راه غندخلوا ليه ونحيدوا ليه حوايجه ما عليناش مشيت لغد لي جيت كان باش نعاود ندير المحضره وداك الشيء بانني نديكلاري على الحوايج اللي مشاو ليا ما بغى يستمع ليا حتى شي واحد ومن بعد عطاهم الاذن نائب وكيل الملك باش ندخل الدار هو كيعترض السيد اللي دخل الدار خو السيده كيعترض داروا ليه وكاله باش يدخل الدار اه كيعترض باش انا ندخل الدار من قال لهم لا ما بغيتش تدخل الدار تنكملوا المحكمه تبقى الدار مسدوده لا هو السيد ساكن فيها وانا ولادي خارجين للزنقه وهذوك الولاد من حقهم ديك الدار باش من حق انا قلت لهم يجيبوا لي غير ورقه من المحكمه بانني عندي الافراغ من حقي نخرج ولكن انا ما عطاو لي لا ورقه لا والو كيهضروا معايا غير شفويا قاروني هاد الناس ضيعوني وضيعوا لي ولادي انا ولدي دابا كنخري غير عن بعد حس بعيد ما عندوش كيفاش يجي للدراري كيقراو هو ما كيقراش محروم من بزاف من السكن من الاكل ما كاينش اللي يصرف عليه ما كاينش اللي يعطيه غير انا كنخدم دابا مع الوالده الوالده عندها باش تعيش لا كيفاش عايشين زعما ماشي شي حاجه غير واحد خويا اللي كيصرف خويا الصغير هو اللي خدام كيصرف عليهم وما عندهاش كاينه مرت خويا وكاين ولدها صغير ما يمكنش نسكنوا معاهم ما عندناش كيفاش نديروا غير صابره وعيت من طالب وما خليت فين مشيت بالحق ديالي مازال ما تخداش هكاك تخدا ليا من بين يديا حتى واحد ما عاوني تعرفتي التهديدات بزاف بزاف من كل شيء بزاف لدرجه وصلت حتى للشرطه القضائيه ولاو كيقولوا لي ضربتي السيد ودرتي لي الضرب والجرح وانا ما ضربته ما قصته وعندي شهود على هذه القضيه انا ما قصته ما قربتش ليه كاع ما عنديش علاقه معاه كاع ما هضرتش معاه تكرفصوا عليا والله ما نسمحش لهم الله ياخذ الحق كنطالب حق ولادي هادشي باش كنطالب حق ولادي اللي ضاع قدام عينيا وانا كنشوف فيه كنتمنى من السيد جلالة الملك محمد السادس يشوف من حالتي انا وهاد الاولاد ومن يا ربي خذ حقي لان الناس ظلموني ما لقاوني حيط قصير وحقروني بزاف عطاو عليا الفلوس كل جميع سدوا عليا البيبان ما خلاوش ليا فين نزيد ما لقيتش اللي يكون بيا واش عندهم هما شي مشاكل في القضاء هما بجوجهم هي وياه بجوجهم هاربين من العداله هذا هو اللي بغيت نفهم الناس هاربين من العداله وواقفين معاهم هذا هو اللي بغيت نعرف عندهم مشاكل هادشي ديال لوكاسيون ديال لافواتيغ عندهم لي شيك عندهم لي بلان عندهم بزاف د الحوايج لان هي وياه كانوا كينصبوا على الناس بزاف هي كتنصب هو كينصب بجوج كانوا دايرين الشركه على النصب والاحتيال هو ديجا عنده سوابق على النصب والاحتيال في المسائل هذه ولكن ما عرفتش علاش ما تخداش الحق داكشي اللي هي ما كانش كتحضر ليا لا الزوج ديالي ما كانوش كيحضروا كيحضر غير الاخ ديالها وكان غير المحامي ديالها اللي النائب عليها هو اللي كان كيحضر ديما هي ما كانش كتحضر ليا لا الزوج لا حتى واحد من بعد انا اللي كنجي ديما وانا اللي واقفه ولكن الحق ديالي ما خديتوش كانوا كيعطوني الفلوس هما من بعيد ولكن انا كنتفرج تنتمنى هاد النداء هذا يسمعوه الناس اللي كيحسوا وعارفين بالقضاء ديال بصح شكرا بزاف قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا جيم